السلام عليكم، شكرا على الحضور وشكرا على الاستقبال. باش ندوزو معكم نهضروا على السياسه اللي داير المجلس البلدي على راسهم السي انس البعناني والناس ديال اللجنه اللي مرأسهم السي الدحيم والسي السباعي. مشكورين من هاد المنبر على هاد السياسه اللي غاديين فيها، اللي داروا شراكات واللي داروا دفتر التحملات، علما بان كان واحد التراجع كبير في الرياضه في مدينه القنيطره. الممثل الوحيد اللي كان شويه فيه الضوء هبط للهوات وما كان تنتظرها حتى واحد من القنيطره القنيطريين. حنا اليوم غاديين في موسم جديد، عطانا واحد المنحه باقي ما توصلناش بها وغنتوصلوا بها ان شاء الله عن قريب. تنتمناو بين هذوك المنحه تعطينا في واحد الوقت معين باش حتى حنا نقدروا نسيروا المسؤوليات ديالنا، السفريات، علاش غنمثلوا المدينه قاريه اللي تيداروا مع اللجنه اللي مكلفه بالثقافه والفن والرياضه، علما بان عندنا واحد النقص في البنيه التحتيه. الانديه راهم تيمثلوا قنيطره، راهم كثار في كره القدم، في الرياضه عامه وفي كره القدم خاصه كاينين عدد كبير، كاين شي 10 الانديه، بين 8 و10 الانديه تيمثلوا جهويين ووطنيين، كاينين جوج اللي تيمثلوا مدينه قنيطره، كاين نادي قنيطري ونادي سبور الرياضي القنيطري. كاين الكواكب، كاين النهضه، كاين التيسير، كاين كوكب مهديه، كاين ايليت، كاين شيبو فوتبول كلوب، كاين بزاف ديال الانديه. خاصنا نشوفوا هذه المشكله ديال البنيه التحتيه، علما بان اليوم ولينا غاديين في واحد السياسه ديال دراسه ورياضه. كنادي سبو الرياضي قيرنا واحد 120 بنيته وليده باش وبنيتات ووليدات باش يقراو ويلعبوا كره القدم بواحد المنهج علمي. تنتمناو بان المجلس البلدي والمجلس الاقليمي والجهه يعرفوا بان القطار الاول ديال التنميه البشريه تيدوز على اولادنا وبناتنا وتيدوز بالرياضه وخاصه كره القدم. تبارك الله، تنشكروا اللجنه ديال الرياضه والثقافه والفن اللي غدا في واحد السياسه ممنهجه باش تعاود تنهض بالرياضه في مدينه قنيطره وبالثقافه والفن. وتنشكروا رئيس المجلس البلدي وتنشكروا السيد العامل على المجهودات اللي تيدير معنا حتى هو، والسلطات والامن اللي تيدير واحد المجهودات كبار معنا، ورئيس المجلس الاقليمي حتى هو، والجهه اللي تستثمر باش تنمي الرياضه في الجهه والاقليم حتى هو. تبارك الله، حنا جوج انديه تنمثلوا الاقليم وطنيا في العصبه ديال الهوات، كاين نادي قنيطري وكاين نادي سبور الرياضي. هذا غدوز الدوره في اكتوبر. نتمناو يلتفتوا لينا ويلتفتوا الأندية كلها. كان اليوم كرة الطائرة غتلعب السد باش تطلع القسم الوطني نخبة، تنتمناو الناس يساعدوهم حتى هما، النادي القنيطري لكرة الطائرة، باش الناس يساعدوهم ونشوفوا كرة اليد هي طالعة النخبة إن شاء الله مستقبلا. الرياضة في الساعة في حالة الصحة غير جيدة، ولكن راه جاي الناس المسؤولين والسلطات والمنتخبون، راه دايرين واحد السياسة باش يعاودوا يرجعوا الرياضة للمحل الحقيقي ديالها في الوطن الحبيب وفي مدينة قنيطرة. نهزوا الإعلام عالي ديال مدينتنا، ما هادشي تيديروا راه غادي فيه استراتيجية ممنهجة مقادة. نتمناو نزيدو القدام، نتمناو عندنا بزاف ديال القاعات مغطات يتزادوا انديه وجمعيه ديال كره السله، كره اليد، كره الطائره، ويتزادوا ملاعب بالعشب الاصطناعي باش كل نادي يقدر يدير المدرسه ديالو، يقدر يدير ياخذ التدريب ديالو فهاد 6 سنين و50 اللي باقا. راه تبقى على العاتق ديالنا كلنا حنا كقنيطريين وكمسيرين وكسلطات وكمنتخبون، راه كل واحد مسؤول باش ينمي الرياضه
على الطريقه اللي سطر لنا سيدنا الله ينصرو، وكل واحد مسؤول باش ينمي القطاع ديالو. حنا غننميو القطاع ديالنا المساعده من سي بوعناني ومن سي رئيس مجلس اقليمي ومن لجان الرياضه والثقافه، لا في الاقليم لا في المجلس البلدي لا في الجهه، ونكونوا موفقين ان شاء الله. ونزيدو نشكروا المجلس البلدي ونشكروا السيد العامل ونشكروا كاع الاخوان اللي تناضلوا باش ينميو الرياضه والثقافه والفن في هذه المدينه. الفوتسال تلعبوا محليا، المشكل الحقيقي هي ما خاصهم يكونوا، خاصه عندنا واحد الثقافه ديال التكوين، خاص الفئات الصغرى يلعبوا واحد العدد ديال المباريات، اقل من 14 سنه، اقل من 18 سنه، اقل من 16 سنه، كل نادي عنده ثلاث فئات، وهذوك ثلاث فئات علشان نحيدوا ولادنا من الشغب ومن التطرف ومن المخدرات، تنبعدهم وتنتبعهم في الدراسه ديالهم وتنتبعهم في التكوين ديالهم. خاص الثقافه ديال التكوين تولي مجدره ومغرسه في كل جمعيه وكل نادي تمثل مدينه القنيطره. الملعب البلدي، الملعب البلدي راه ديال الجميع، راه ملك عام، وتنطلبوا من الجمهور نادي القنيطري يساند نادي القنيطري ويساند اي نادي، اولا نادي القنيطري وعاد اي نادي من انديه، لا الفوتسال لا الكره النسويه لا البيت سوكر الكره الشاطئيه لا الفرق العصبه لا الفرق اللي تلعبوا وطنيا. نتمنوا التوفيق لنادي القنيطري ويحقق الصعود هذا العام، علاش خاصو الى هذا العام ما يطلعش غيولي صعيب، غيولي خاصو سنين نادي القنيطري باش يطلع هذا العام، ولا بد 100% الصعود. ونتمنوا الكاكس بوت هي الصعود للقسم الوطني اول هوات، ونتمنوا التوفيق للمدينه ديالنا ومزيد من الازدهار ومن الاقتصاد ومن النجاح في كل القطاعات ان شاء الله يكون على خير. وتنطلبوا من المستشارين والمستثمرين والشركات يستثمروا شويه في الرياضه، راه الرياضه راه قطاع مهم في التنميه البشريه، وخاص الشركات لا زون فرانش اللي في المدينه اللي تستغلوا المدينه وتستافدوا من المدينه وتدخلوا اموال كثيره من المدينه، يردوا شويه الاعتبار، يخدموا الوطن عبر الرياضه ان شاء الله. وشكرا والسلام عليكم.